وتقوم الدولة حاليا بتنفيذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تبلغ 261 مليار، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع قطاع النفط والغاز ولا تشمل مشاريع القطاع الخاص أيضا. وبالنظر إلى توقعات باستمرار أسعار الطاقة عند المستويات منخفضة خلال الفترة المقبلة، وبالرغم من الوضع المالي القوي نتيجة الفوائض المالية التي حققتها الدولة خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط والغاز، فإن الوضع الحالي يتطلب منا جميعا العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها من خلال تعزيز النمو في القطاعات الغير نفطية ورفع كفاءة المصروفات التشغيلية، ولكننا في نفس الوقت نأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية بحيث نتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة عند مستويات مستقرة ومقبولة. وبالنظر إلى التراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، علاوة على التوقعات بالاستمرار عند مستويات منخفضة، فإن الدولة سوف تعتمد خلال الموازنة القادمة على أسعار النفط متحفظة. في السابق كان أسعار النفط في الدولة تقريبا 65، وبالتالي الموازنة القادمة ستأخذ بعين الاعتبار تقديم أسعار النفط متحفظة جدا إن شاء الله.